نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل ختام بطولة الملك حمد الدولية 15 للغولف والتي أقيمت على ملاعب النادي الملكي. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته للبطولة والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية بشكل عام وأسرة رياضة الغولف بشكل خاص، والتي أكسبت الحدث الدولي زخما كبيرا لتجسد الرعاية الفائقة التي يحظى بها القطاع الرياضي من دعم واهتمام من جلالته أيده الله، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المضيئة للوطن. وعرب سموه عن سعادته البالغة بنجاح النسخة 15 من بطولة الملك حمد الدولية للغولف والتي شهدت منافسة قوية بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبين المحترفين والذين سجلوا أرقاما قياسية جديدة، مؤكدا سموه أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لكونها معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للغولف ونتائجها تعتمد في التصنيف الدولي، مشيرا سموه إلى أن إقامة النسخة 15 من البطولة يعكس النجاح المتنامي لهذا الحدث الدولي. وهنأ سموه الأبطال مشيدا بما قدموه من أداء رائع، كما أثنى على التنظيم المتميز للاتحاد البحريني للغولف برئاسة اللواء الركن علي بن صقر النعيمي وجهود باقي أعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنظمة، متمنيا سموه للاتحاد دوام التوفيق والنجاح. هذا وقد كرم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفائزين، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.